ثلاث لعيبه من بيراميدز متفقين على الانتقال للزمالك في الموسم الجاي: نبيل دونجا، رجب بكار، عبد الله بكري. لكن المفاوضات ما بين الزمالك وما بين بيراميدز توقفت في الفتره اللي فاتت بسبب طبعا ارتباط مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بانتخابات مجلس الشعب، وفي نفس الوقت بسبب الازمات اللي دخل فيها مرتضى منصور في الفتره اللي فاتت وقرار العزل الخاص باللجنه الاولمبيه. وحتى الان لغايه دلوقتي لم يصدر قرار باعاده مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مره ثانيه الى رئاسه النادي، وبالتالي المفاوضات متوقفه ما بين المسؤولين في نادي بيراميدز والمسؤولين في نادي الزمالك. لكن هقول لك النادي الاهلي دخل في مين من الثلاث لعيبه دول علشان يفسد انتقاله النادي الزمالك. النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره وخلال الساعات الاخيره حصل جلسه ما بين سيد عبد الحفيظ وتامر النحاس وكيل اللاعبين ووكيل اللاعب اللي موقع اصلا في نادي الزمالك، موقع ومتفق على كل حاجه، لكن اللاعب دوت في نفس الوقت تامر النحاس طلب منه الانتظار وعدم تفعيل توقيعه مع نادي الزمالك لحين معرفه المفاوضات مع النادي الاهلي. مين اللاعب دوت؟ اللاعب دوت هو رجب بكار الظهير الايمن لنادي بيراميدز، واللي النادي الاهلي محدد فيه 7 مليون جنيه علشان يتم الصفقه. لكن في نفس الوقت المسؤولين في نادي بيراميدز بسبب الخلافات اللي موجوده ما بين مسؤولي بيراميدز ومسؤولي النادي الاهلي بيفضلوا انتقال اللاعب الى نادي الزمالك، لان يمكن العلاقه افضل شويه مع المسؤولين في نادي بيراميدز. كل الكلام دوت متوقف على هل مرتضى منصور هيستمر في رئاسة نادي الزمالك ولا مش هيستمر في رئاسة نادي الزمالك. كل الكلام دوت هيحصل بعد نهائي دوري الأبطال في حالة طبعا تأهل نادي الزمالك إلى المباراة النهائية ومواجهة النادي الأهلي.